بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، أبي القاسم ومحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان How do you prevent students from the sharing a Google quiz. الستيبس يعني هذه كيف احنا نقدر، هذه الخطوات مجموعة خطوات اللي هن 8 خطوات نقدر بواسطتهن انه نحاول قدر المستطاع انه نمنع عملية الشيرنج جوجل كويز between the students. الخطوات اخوان بشكل سريع، الخطوة الاولى هي نمط الاسئلة، الخطوة الثانية هي وقت الاختبار، والخطوة الثالثة هي تفعيل البريد الالكتروني وتفعيل كلمة المرور او الكود والترتيب العشوائي والتقييد برد واحد وعدم السماح للطلبة برؤية الإجابات الصائبة والخاطئة وتقسيم الطلبة إلى مجاميع. الخطوة الأولى أخوان هي نمط الأسئلة. لابد أن تكون الأسئلة أخوان، يجب عند وضع الأسئلة مراعاة أن تكون هذه الأسئلة تثير التفكير لدى الطلبة وتشغلها عن الأمور الجانبية. يعني أنا أخلي الطالب يحير بالسؤال أكثر مما يروح يأخذ الإجابة من زميله. هذا النمط الأول أخوان. الخطوة الثانية أخوان هي وقت الاختبار. هذه العملية تتم في جوجل كلاس روم. هذه العملية بعد ما حضرتك تكمل تصميم الاختبار ووضع الأسئلة وتجهزها بشكل كامل، تريد ترسلها إلى الطلبة، سواء ترسلها آنيا أو ترسلها فيما بعد. هذه العملية أكو خيارين بالفورمات الجوجل كلاس روم، يعني يسمونها الجدول الزمنية، يعني وقت بدء الاختبار، وأكو شيء ثاني هو وقت تسليم الاختبار. يعني الجدولة الزمنية هي بدء الاختبار، وتسليم الواجب هو نهاية وقت الاختبار، يعني بداية الاختبار ونهاية الاختبار. راح نشوفه خلال هذه الصورة اللي أمامكم. هذه صفحة جوجل كلاس روم أخوان، بعد ما أنا رحت إلى ساحة الواجب الدراسي ثم ضغطت على كلمة إنشاء أخذت الاختبارات الكويز. بعد ما ضغطت على الكويز ظهرت لي هذه الواجهة. الواجهة بها التايتل، عنوان الاختبار شنو هو اللي تخليه. ايضا عندك انت هنا ممكن اكو وصف ذاتي توصف فالشيء معين، وهو اختياري هذا مو الزامي. تريد تضيف الشيء للاختبار او لا، تحر هذا المربع. بالاضافة الى انه عندي هذا البلانك كويز. البلانك كويز اللي بالمفروض انه انا مكمله، يعني مصممة هذه الخطوة ما أسويها بعد ما أنا إلا مكمل كاتب العنوان ومكمل الفورمة مال الكوز. هذه الخطوة ما أسويها إلا بعد ما مكمل ذني. بعد ما أكمل الذني أنا بهذا الجهة اللي على اليمين إخوان، هذا الجهة الخيار هذا الأول اللي مكتوب عليه كل الطلبة. هذا الخيار يعني جاي يقول لك هذا الكوز تترسل كل الطلبة لو لمجموعة معينة من الطلبة. إذا كل الطلبة تبقي مثل ما هو، لأن هو يعني معد على أساس كل الطلبة. إذا حبيت تغيره على مجموعة معينة ممكن تضغط على هذا المثلث اللي بجنب all students، يعني كل الطلاب، تضغط عليه تختار طالب أو 2 أو 10 أو قد ما تريد أنت تختار مجموعة أو تقسمهم لمجاميع. ممكن تسوي أكثر من فورمة، كل مجموعة تدز لهم فورمة معينة. هذا من خلال هذا المفتاح. هذا المفتاح هو مفتاح الدرجات. حاليا هو مكتوب 100، ممكن انه تغيره، ممكن انه تشيله بدون درجات. ايضا عندنا هنا احنا الديت التاريخ. هذا التاريخ اخوان هذا وقت التسليم اخوان، هذا وقت التسليم يعني وقت انتهاء الاختبار. هنا من اضغط عليها راح تظهر لي واجهة اخوان، تظهر لي واجهة عفوا، خلي ارجع، تظهر لي واجهة. الواجهة بها التاريخ والوقت، وقت التسليم. إذا أنا حبيت أنه أسوي الوقت البدء الاختبار من هذا المفتاح اللي بالأعلى أخوان، بعد ما أنا كتبت عنوان الاختبار وأنطيت فد وصف معين ومكمل الفورمة مال الكويز مالتي وأنطيت وقت تسليم الاختبار والتاريخ مالته، الوقت والتاريخ، أجي هنا إلى إذا حبيت أنه مباشرة ترسل الواجب إلى الطلبة مجرد أنه تضغط على هذا المفتاح. أما إذا حبيت تسوي له جدولة زمنية يعني ترسله فيما بعد، تضغط عليه هذا المثلث اللي بجانب الساينز هاي، اضغط عليها واضغط على شدل. من اضغط على شدل راح يعطيني هاي النافذه بها التاريخ وبها وقت البدء الاختبار اخوان، واضغط على شدل راح يروح الى الجدوله الزمنيه.
هذه الخطوة راح تروح جدولة زمنية. إذا أخوان يعني عندي هذا المفتاح، خلي أوضح لكم إياه، هذا المفتاح هو مفتاح بدء الاختبار سواء مباشرة أو بجدولة زمنية، وهذا المفتاح هو تسليم الاختبار، يعني وقت انتهاء الاختبار، ينتهي الاختبار. المفروض الوقت أخوان بين بدء الاختبار ونهايته وقت مثالي، بحيث أنه يكفي لإجراء الاختبار مو أكثر من اللازم. إذا أكثر من اللازم ممكن الطالب أنه راح يشوف عنده وقت كافي، ممكن أنه يسوي أي نشاط آخر، يأخذ مع زميله إلى أو لزميله يبدي بممارسة الشرينج. الخطوة الثالثة هي تفعيل البريد الإلكتروني. خطوة التفعيل البريد الإلكتروني شلون نصير أخوان؟ أول شيء أنا لازم عندي بنك إيميلات، بنك إيميلات من الطلبة. شلون أسويها أخوان هذا بنك إيميلات الطلبة؟ طبعا أخوان هاي خطوات كهر راح نشوفها عمليا. إرسال استمارة يتم فيها تسجيل كل الطلبة، يعني كل طالب أرسل استمارة يتم فيها تسجيل كل طالب بريد الإلكتروني، سواء كان البريد رسمي أو معتمد من قبل الطالب حتى لو مو رسمي. المهم أنا هذا الإيميل يعني للطالب الفلاني، يفضل أنه رسمي هذا أأمن، لكن إذا ماكو رسمي وبي مشاكل ممكن أنه نستعين بالإيميلات الأخرى، الامتدادات الأخرى، لكن أنا معتمد يعني هذا الإيميل هو خاص بالطالب، يعني أنا حاسبه بعدين إذا أنطاني إيميل وقال لي هذا الإيميل ما يشتغل، لا أنا الإيميل يشتغل بحيث أنه أنا راح أشتغل وياك على هذا الإيميل. هذا الخطوة الأولى. بهذه الخطوة أنا حصلت على داتا كاملة أنه هذه الإيميلات مال الطلبة مالتي، تجيل عندي 100 طالب، ذول 100 طالب عندي 100 إيميل إلهم، كل طالب هو واسمه وإيميله. شو أسوي بعدين أخوان؟ أسوي إرسال دعوة انضمامهم للكلاس روم للصف عن طريق بريدهم الإلكتروني لضمان عدم دخول أي شخص خارج الفصل الدراسي. أكو نقطة جدا مهمة أخوان، أنه أني أريد أضمن اللي يطبون للكلاس روم مالتي هم بس طلبة مالتي مو من خارج الكلاس. فش أسوي؟ أأمن شيء أنه أنا من بعد ما أخذ أنا الداتابيس مالتي مالتي الإيميل الطلبة أسوي دعوة إلهم، أنا أخذ لهم اللينك مال الكلاس روم وأدزلهم إياه عن طريق البريد الإلكتروني. هاي عملية ترى مو معقدة أخوان، مجرد رسالة واحدة تروح إلى 100 طالب كلهم، رسالة واحدة تروح لكل الطلبة. ليش؟ أنت عندك أساسا الداتا مال الإيميل موجودة مال كل الطلبة، مجرد تاخذها كوبي بيست على الجيميل مال حضرتك، تروح الرسائل لكل الطلاب بضغطة زر واحدة، تروح بضغطة زر واحدة تنتهي. هذا الجزء الهدف منه اخوان، انه حتى اني اضمن انه اللي موجودين بكلاس هم كلهم طلابي. ليش اخوان؟ لان الكود حضرتكم اللي تعرفونه اللي موجود بالكود الموجود في الكلاس روم، هذا الكود ممكن اي طالب موجود ضمن مجموعة الكلاس مالتك او حتى من خارج المرحلة، يعني ممكن من خارج مرحلتك يجي طالب يطبع عن طريق هذا الكود، فهذا الكود يعتبر هو غير امين نوعا ما. فالافضل منه هو ارسال الرابط الى الايميلات الطلبة كلهم. طبعا في ملاحظة اخرى اخوان، بالنسبة لكود كود المرحلة ممكن اخوان ترى هو مو ثابت، ممكن تغييره، تدخل عن طريق السيتنج مالت الكلاس روم وتروح تسوي اعادة ضبط للكود الخاص بالكلاس راح يتغير. فاذا ممكن نغير الكود، بس انا الكود ما افضله شخصيا، لان ممكن انه اي احد ياخذه ويدخل عن طريق الكلاس. فالافضل هو الايميل، بنك الايميل، وترسلهم الرابط بنقرة زر واحدة، تروح الرابط الى كل الطلبة ينضموا لك الى الكلاس. الخطوة الثالثة باستخدام البريد الالكتروني يتم خلاله ارسال استمارات الاختبارات والتكليف. اذا اخوان نفس الخطوة السابقة، انا بعد ما عندي بنك من الايميلات، عندي بنك من الايميلات الطلبة، ممكن انا ارسل لهم الاستمارة الاختبار على ايميلاتهم، على ايميلاتهم، بحيث انه اضمن ان الاختبار وصل لكل الطلبة على كل ايميلاتهم. ممكن ايضا انا استثمر هاي النقطة، ادز كلمة مرور للاختبار، مثلا انا ادخل لي اول واجهة بالاختبار اسم الطالب وبعدها اقول لك كلمة المرور. مين يجيب كلمة المرور؟ كلمة المرور اللي دزيت هي اني. طبعا كلمة المرور اخواني يفضل انه تكون قريبة من وقت الاختبار، مو قبل فترة، اذا قبل فترة اكيد واحد راح ينطيها للثاني، لكن اذا قريبة وقت الاختبار ما لح يلحق انه ينطيها. فهذه ايضا هي سيكيورتي حتى انه الطلبة اللي راح يدخلوا لك للاختبار هم طلبتك وانت مسيطر عليها حتى لا يصير اي شيء جانبي. الخطوة الرابعة اللي هسان طرقت لها مسبقا، تفعيل كلمات المرور. اخوان يتم ارسال كلمة المرور الخاصة بالاختبار عن طريق البريد الالكتروني لجميع الطلبة او كل مجموعة بكلمة مرور خاصة. يعني اما هذه
عن طريق الإيميلات إخوان. أما أرسل لكل الطلبة كلهم أرسلهم رمز واحد، أو أرسل لمجموعة كل مجموعة أرسلها عفوا رمز خاص بها. يعني أنا مثلا عندي فد 100 طالب، كل 25 أعطيهم رمز، الرمز كلمة رقم هاي معك يعني تبقى. الخطوة الثانية إخوان بالنسبة للكلمات المرور، هذا شوية صعبة نوعا ما، استخدام الرقم الجامع للطلبة ككلمة مرور للدخول إلى استمارة الاختبار، وهاي عملية مجهدة شوية. احنا نفضل العملية السابقة عملية بسيطة نوعا ما. الخطوة الخامسة اخوان هو الترتيب العشوائي. الترتيب العشوائي يكون على مستويين، اما الترتيب العشوائي للأسئلة بشكل عام، واول الترتيب العشوائي يكون للاختبارات، عفوا الاختيارات اللي ضمن السؤال الواحد ايضا يصير به ترتيب عشوائي. مثل ما تشوفون اخوان، هذا عندنا سؤال، هنا امامنا سؤال بمجموعة خيارات، ومجرد انه انا اجي على نهاية الجانب الايسر بالاسفل اكو مفتاح اضغط عليه، مجرد انه اضغط على هذا المفتاح اخوان راح تظهر لي نافذة مكتوب عليها الوصف، اذا حبيت تطوي وصف للسؤال او الانتقال الى القسم، هاي راح نستفيد منها بالخطوة الاخيرة. وترتيب الخيارات العشوائي، ترتيب الخيارات العشوائي اخوان، هذا بهذا من اضغط عليها افعل هذا الخيار، هذني اللي هي العصبية والكبدية والقلبية والعضلية، هذا راح يصير ترتيبها عشوائي اخوان، تروح للطالب بشكل عشوائي، كل طالب راح يجي ترتيب شكل. نقطة مهمة اخوة، انه دائما رقم السؤال ما ارقمه، ما اخلي رقم للسؤال ولا اخلي رقم للاجابات، لان انا اذا كتبت واحد عصبية شو ما راح اسوي اني يبقى واحد عصبية، يعني الطالب الاول جاء هنا واحد عصبية عفوا، طالب ثاني تجي هنا هم مكتوبة الواحد عصبية، فهذا مو صحيح، الطالب راح يعرف الواحد يعني معناها العصبية، فالأفضل انه اتركها بدون ترقيم عفوا ولا ترميز، اتركها بهالوضعية هاي حتى تروح للطالب ما يعرفون هم من يقل الاولى بين واحد وواحد هي تختلف اصلا. هذه الطريقة الاولى هي لترتيب الخيارات العشوائية للخيارات اللي ضمن السؤال، اما كيف انه اسوي راندوم للأسئلة بشكل عام، هذه بعد ما انا اسوي الفورما ممكن اجي عن طريق هذا المفتاح الاعدادات اضغط عليه يفتح لي نافذه، النافذه بها ثلاث خيارات، بها عام، بها عرض تقديمي، وبها الاختبارات. انا اروح على بالوسط اللي هو العرض التقديمي، افعل هذا الخيار اخوان، هو الترتيب العشوائي للاسئله. هذا شنو راح يسوي لي؟ خربطه علما للاسئله، يعني الاسئله راح تجي عشوائيه لكل طالب، يعني طالب تجي الاولى، الثانيه تجي الثالثه، الرابعه، اول شيء راح يصير رندم لي بالأسئلة بين طالب وطالب، وأنطي حفظ هنا حتى يحفظ الأمر. الخطوة السادسة هي تقييد بإرسال رد واحد فقط، هذا نفس العملية أيضا، أنا أجي لمفتاح الإعدادات أضغط عليه، بس هنا مو عرض تقديم إخوان، هذا أجي للعام أضغط عليها وأفعل التقييد برد واحد. هذا المفتاح بعد ما أضغط حفظ، هذا المفتاح إخوان شنو فائدته؟ أنه الطالب يرسل لي إجابته مرة واحدة فقط مو أكثر. والخيار السابع هو عدم السماح للطلبة برؤية الإجابات الصعبة والخاطئة. الهدف من هذا إخوان أيضا بنفس العملية، أيضا أضغط على مفتاح الإعدادات وأروح على الاختبارات وأشيل التفعيل من الأسئلة الغير صائبة والإجابات الصحيحة. شنو فائدتها إخوان؟ هذه الإجابات إخوان الطالب من بعد ما يرسل لي الإجابات إليه، بعد ما كمل الكويز مالته وأرسل لي الإجابة، الطالب راح يصير له عرض نتيجة، النتيجة من يشوفها إخوان راح يلقى بيها الاجابات الصحيحه والخاطئه، فاكيد راح يستثمر هاي النقطه، ممكن يراسل اصدقائه ويقول لها ترى الاجابات الصحيحه للسؤال الفلاني كذا وكذا وكذا، الافضل اشيل هذني وانطي حفظ. اما الخيار الاخير والمهم هو تقسيم الطلبه الى مجاميع. هذه العمليه بعد ما انا اسوي اكثر من نسخه للاسئله، اكثر من نسخه واحده، يعني انا عندي مثلا امتحان ممكن اسوي لهم في 20 سؤال، كل مجموعة أخليها 5 أسئلة، أو كل مجموعة إذا حبيت 10 أسئلة حسب إمكانيتك والمادة العلمية. أنا الهدف منه أسوي أقسام، وكل قسم به مجموعة أسئلة تختلف عن القسم الآخر، وأقسم الطلبة على هذه الأقسام. شلون أقسمها؟ اعتمادا أما باستخدام البريد الإلكتروني، أو الاسم الصريح للطالب، أو الرقم الجامعي، أو الكود اللي أرسله إياه أنا، او اي طريقة تعجبك انت بيها تفرق الطلبة توزعهم على الاقسام. لحد هنا اخوان ينتهي البرزنتيشن هذا. ننتقل الان اخوان الى الاستمارة العملية. بعد ما اخذنا البرزنتيشن السابق ننتقل الى الخطوات الثمانية اللي ذكرناها
نشوفها عمليا شلون نسويها اخوان. عمليا اول شيء ذكرنا اخوان هو نمط الاسئله. اول شيء ذكرنا نمط الاسئله. نمط الاسئله لو شوفون اخوان، انا ضمن مجال اختصاص الامثله يعني عذرا، لان ضمن مجال اختصاصي ان شاء الله انتم مبدعين، ممكن انه نسوي كل واحد اسئله ضمن مجال اختصاصه. تشوفون السؤال الاول انا كاتب للطلبه انه عندي كلتشر مزرعه بكتيريه تبدي ب 50 خليه بعد 5 دورات من التكاثر، ايش قد عدد الخلايا راح يصير؟ فهذه انا معطي الخيارات اخوان، بس السؤال بتفكير، لازم الطالب يحسب اول ما بدا ب 50 ايش قد ينتهي بعد 5 دورات. هي العملية بسيطة لكن أنا راح أشغله بحيث أنه يفكر بالإجابة أكثر مما يفكر يأخذ الإجابة من زميله. هذا نمط أسئلة. نمط آخر أخوان لو شوفونا هذا الفورما أو الباراجراف الطويل، هذا شنو أيضا أنا راح أثير التفكير لدى الطالب. الطالب يظل يدقق بالإجابات، يعني عفوا بالأسئلة، أنه يلملم النقاط المهمة من هذا السؤال حتى يطابقها بالنهاية، يشوف هذه المواصفات اللي اخذتها من هذا السؤال علي من تنطبق. بهاي الطريقه الطالب اخذ وقت هو بمن بقراءه هذا السؤال، اشغل السؤال عن الذهاب الى جانب اخر. هذا نمط اخر ايضا من الاسئله. النمط الاخر ممكن انه الكتابه، يعني انطيني رايك بفلان شيء، او اتكلم لي عن العامل الفلاني، او ما هو تاثير الماده الفلانيه على الاحياء المجهريه. الهدف الرئيسي اخوان انه انا اريد اخليه يكتب. هذه الطريقه هنا اخوان يكتب الطالب، راح يكتب، من يكتب طبعا اكيد راح يحير بالكتابه ما يروح الى جانب اخر. هذه الطريقه اخوان انا ضمنت انه الطالب راح يشغل نفسه، راح يشغل نفسه بمن بالكتابه. بهذن الاسئله انا كمثال متواضع انه ذكر الذني، ممكن انتم تفكرون باشياء افضل من هذه. الهدف منها انه شغله بالسؤال والجواب اكثر مما يصير عنده وقت للذهاب الى جزء اخر. هذا الفقره الواحده رقم واحد عفوا اللي هي نمط الاسئله. نذهب الى الفقره الثانيه اخوان. الفقره الثانيه اللي ذكرناها هو وقت الاختبار. وقت الاختبار خلنا نروح شلون نشوف وقت الاختبار. قلنا احنا وقت الاختبار من يحدد اخوان؟ يحدد الفورما مال الكلاس روم. الان انا دخلت على فورما كلاس روم، هذا الكلاس مالتي، هذا الكلاس مالتي، افتحته واروح الان اروح الى الواجب الدراسي. الواجب الدراسي اخوان من بعد ما فتحت فورمة الواجب الدراسي اروح لخيار الانشاء، خيار الانشاء اضغط على الانشاء، يعطيني مجموعة خيارات، التكليف، مهمة الاختبار، توجيه اسئلة، المواد، اعادة استخدام المشاركة، المواضيع. هذه اخوان ما اقدر اتطرق لها الان جميعها لان هاي هي محاضرة بحد ذاتها، فانا اروح علما الى مهمة الاختبار اضغط عليها. راح تظهر لي مثل ما شفنا من الساعة اخوان، تظهر لي هذه الفورمة، الفورمة بها عنوان السؤال، الفورمة اخوان بها عنوان السؤال هذا، وايضا هنا هذا تعليمات اذا عندك فشيء، هذا اختيارية مو الزامية، عندك تعليمات فشيء اضيفة للاختبار او ما عندك مو مشكلة، وهذه فورمة انشاء الاسئلة الامتحان. افرض نفسي اخوان انه اني مكملة للاختبار ومصممه ومجهزه، الاسئله مالتي مقسمها ومجهزها. اجي هنا انا اخوان اجي لهذا المفتاح، هذا المفتاح لكل الطلبه او لمجموعه من الطلبه، هذا المفتاح تريد ترسل هذا الاختبار لكل الطلبه او لمجموعه، هذا ما راح اتطرق له هسه، نتطرق له بعدين مع النقطه الثامنه. ايضا هنا انا شو عندي درجة الامتحان، ممكن انه انا اخليها 100 او اخليها 10 او اشيل الدرجة اصلا ما اخليها. هذه النقطة اللي بعدها اخوان هي وقت تسليم الاختبار، عفوا هذا وقت تسليم الاختبار، يعني الوقت والتاريخ اللي ينتهي به الاختبار. زين من انا اخليه يبدي؟ هنا اخوان من هذا المفتاح اذا اريده يبدي، هنا أنا هذا اخوان اللي فوق بالاعلى اعلى اليسار، هذا بدء الاختبار، من هنا يبدا الاختبار، هنا ينتهي الاختبار.
شلون اسويها؟ هذا اخوان شوفوا راح اضغط عليها هنا، ظهرت لي نافذه تاريخ ووقت التسليم، مجرد انه اضغط هنا عليها راح يعطيني الفورمه مالت التاريخ او الجدول، عفوا التقويم، راح يعطيني التقويم. اقول له مثلا اختبار اريده باكر بيس ساعه، راح يقول لي الوقت بيس ساعه تريده انت، اقول له يا مثلا ب 11:59 دقيقه مساء انتهى الموضوع. حفظ لي موعد تسليم النشاط باكر الاختبار الساعة باكر الساعة ب 11:59 دقيقة. أما شو وقت يبدي الاختبار؟ هذا طبعا إخوان هذا انتهاء. شو وقت يبدي؟ من هذا الخيار قلنا عليه فوق، هذا إذا كنت تريد تدزلهم النشاط مباشرة هسه تضغط على كلمة تعيين. أما إذا ردت لا النشاط أريد أدزلهم يا باكر الصبح وأنطيهم مجال لليل، شو أسوي؟ أضغط على هذا المثلث اللي بالجانب، أضغط عليه واروح على جدولة زمنية او الشدل، جدولة زمنية اضغط عليها راح ينطيني يقول التاريخ شنو اللي تريده والوقت اللي تريده، واسوي له جدولة زمنية. بهاي الطريقة سويت اني بهاي الطريقة حفظت الوقت اللي يبدي بيه الاختبار والوقت اللي ينتهي بيه الاختبار. الهدف الرئيسي انه لازم الوقت من بدء الاختبار لانتهائه يكون وقت مثالي كافي للإجابة. هذه النقطة الثانية يا أخوان. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة أخوان، النقطة الثالثة هو الإيميل، تفعيل البريد الإلكتروني. شلون أني أجمع اخوان، شلون اني اقدر اجمع ايميلات الطلبة؟ شلون اقدر اجمع ايميلاتهم؟ شلون اقدر اجمع ايميلاتهم؟ الامر جدا بسيط، اروح اني للجوجل كلاس روم او اروح للجوجل درايف، افتح نافذة جديدة كل شي ما بيها، واجلي هذا المفتاح الزائد اخوان، هذا المفتاح الزائد مجرد، ها طبعا هذا لإضافة السؤال، أما هذا اللي يساوي إخوان هذا لإضافة قسم نحتاجه بعدين بالفقرة الثامنة. هسه إحنا نريد سؤال، شو نسوي للطالب؟ نضغط على هذا إضافة السؤال، هاي شوفون هنا إخوان نضاف سؤال. أنا إيش أريد من الطالب؟ أريد منه الإيميل مالته، بس مو بس الإيميل مالته، أنا أريد اسمه أيضا، فأكتب الاسم أو النيم. هنا اخوان هذا صيغة السؤال اللي تريدها انت شنو. طبعا انا اكيد هنا ما طول الاسم اريد نصية، يعني اجابة نصية، نص يكتب مو MCQ. شوف من اضغط عليه يعطيني نمط الاسئلة، اذا يعجبك اي نمط من هذه الانماط ممكن انه تستخدمها. بما انه انا اريد اسم فانا احتاج الى الاجابة القصيرة، يعني هو اسم مجرد اسم، اضغط على اجابة قصيرة. شوفوا كون صيغة السؤال بشكل اجابة قصيرة، اطلبت من عند الاسم، طبعا هذا افعله اخوان لان انا احتاج الاسم حتى يكون مطلوب، معنى كلمة مطلوب يعني ما يستطيع الطالب ينهي ارسال الواجب اذا مو يكمل هذا السؤال، هذا السؤال ما يقدر يتجاوزه. بعد ذلك اضيف سؤال اخر اخوان، السؤال الاخر اريد من عند الايميل، ايميل ادرس، ايضا الايميل اخوان إجابة قصيرة مو MCQ، أنا أريد إيميل إخوان. بالإيميل حتى أوضحها، طبعا الإيميل أيضا يعتبر مطلوب، هذا مطلوب لأن أنا فعلا أريد منهم الإيميلات. فلحد هنا إخوان أنا هذا ما دازل الطلبة، أنا جاي أصمم به الآن. أكو شيء هنا إخوان، أكو شيء ظهر لي هنا، أكو شيء ظهر لي، هذا إذا ما كان ظاهر عندك ممكن من هذا المفتاح اللي أسفل اليسار تضغط أو تفعل التحقق من صحة الرد، التحقق من صحة الرد أنا مفعلها، فأضغط أنت عليها تظهر لك هذه. هذا شنو المطلوب؟ أنت طالب من الطالب إيميل، الإيميل هو نص مو رقم، يعني عاد يقدر يحوي هو على رقم بس هو نص مو رقم. فأنا أضغط على هذا المثلث أقول له أنا أريد من الطالب نص، فأقول له أريد نص مو رقم، أضغط على كلمة نص. هنا راح يظهر لي خيار ثاني،
تريد هذا النص يحتوي على شيء او ما يحتوي على شيء، او بريد الكتروني او لينك او لينك. فانا عادة اريد، اذا كان اكو فرق اخوان هنا، اكو فرق اذا انا اريد الايميل من الطالب، اذا اردت ايميل رسمي حصرا او اردت بشكل عام. اذا اردت بشكل عام اضغط على عنوان البريد الالكتروني، هذه فقط اضغط عليها خلاص. بس انا اذا اردت من الطالب الا الايميل الرسمي، لا انا اريد اكتب اضغط على يحتوي على. خلي اسوي امامكم هذه بالاعتيادي واسوي امامكم النوع الثاني. هسه اذا انا كنت اريد من الطالب ايميل اعتيادي، جيميل ياهو ميل مو مشكله، اضغط على عنوان البريد الالكتروني. شوفوا اخوان راح يقول لي نص وعنوان بريد الكتروني، هذا راح يروح الى الطالب يريد من عنده الايميل. هذه الطريقه اخوان خلي اراويكم شلون راح تروح الى الطالب، شلون راح تروح الى الطالب. هذه اجي اضغط على هذه المعاينه، خلي اشوفها شلونها راح تروح للطالب. هذه اخوان امامكم هي الفورمه اللي راح تروح للطالب، الفورمه اللي راح تروح للطالب. شو مطلوب من عنده؟ مطلوب منه اسمه ومطلوب منه الايميل. طبعا هنا انا هسه الايميل اعتيادي، اي ايميل ما حددته بشنو. شلون انا ادزه للطالب؟ اخوان مجرد انه تجي انت هنا بالتايتل هذا تاخذ كوبي بيست، تاخذ نسخ، تاخذ هذا بعد ما تظلله تاخذ نسخ المن ادزه للطلاب. هسه ادزه بالتليجرام، بالواتساب، تدزه بالايميلات مالتهم، المهم تدزه لهم اياه. مجرد تاخذه هذا اللينك وتدزه للطالب، الطالب مجرد انه هذا يضغط على هذا اللينك راح تنفتح له هاي النافذه. شو يسوي؟ يكتب اسمه ويكتب ايميله ويسوي لك ارسال. هذا بشكل عام ما راح يواجه مشكله بهذه الحاله. المشكله وين اخوان راح تصير؟ المشكله بالحاله الثانيه اللي قلنا عليها. لو انا ردت من الطالب بريد رسمي، شو اسوي؟ اضغط على يحتوي على. شوفوا اخوان ظهر لي هنا شيء، مثلا انا اريد الايميلات الرسميه، ما اريد اي ايميل اخوان، اريد الرسمي. اقول له انا للطالب لازم هذا البريد الالكتروني اللي راح ادز لي اياه لازم رسمي. شو اكتب له؟ لازم يحوي على ات الاميد مثلا دوت edu.iq. اذا لازم يحول البريد الالكتروني على هذا الخيار. شوفوا اخوان شلون راح يشوف الطالب هذا الخيار. الطالب راح يكتب اسمه والايميل هنا. شوفوا اخوان اذا استخدم ايميل اني ليس بالايميل الرسمي راح استخدم الجيميل. شو راح يقول لي اخوان؟ شوفوا راح انا استخدم هذا الايميل، هذا الايميل الغير رسمي. مجرد ان اضغط ارسال شوف ايش قال لي اخوان. قال لي يجب ان يتضمن هذا الايميل اللي تريد تدز لي اياه انت لازم بهذا الامتداد. فاني بمجرد انه اغير هذا الامتداد اخوان اسوي amid.edu.iq. شوف اخوان لغى هذا الخيار وممكن ارساله، اصبح الان جاهز للارسال. شنو اللي سويته اني؟ تفعيل البريد الالكتروني، دزيت رابط الى الطلبة، ردت منهم الايميل مالتهم واسماهم حتى اسوي عندي داتا خاصة بايميل الطالب، ايميلات الطلبة، ايميل رسمي او غير رسمي. وضحنا كيف انه الايميل يكون رسمي وغير رسمي. هذا الداتا البيس اللي صارت عندي بالنسبه لايميلات الطلبه شو استفيد منها اخوان؟ احنا لازلنا ضمن الخيار الثالث. شو استفيد من عندها؟ باستخدام الايميلات اللي صارت عندي، هذه المجموعه الايميلات اللي صارت عندي، ممكن انا ارسل له دعوه للانضمام للكلاس روم. شلون هذا العملية؟ انا اروحا على الجيميل مالتي، اروح اخوان على يمن على الجيميل مالتي اني. هذا الجيميل اخوان مجرد انه اضغط على كلمة انشاء، اضغط على كلمة انشاء راح يظهر لي هذا المسج.
هذا المسج سويت اني اخوان، هذا المسج سويت لهذا المسج اخوان، هذا المسج ضفت بإميرات الطلبة. انا هاي ماخذ امثلة اخوان، انت تقدر مجرد انه تجمع الداتا اللي حصلتها مال 100 طالب تاخذها كبر منك اخوان، مجرد تجي لكلمة الالة وتسوي بيست لهاي المية، تسوي بيست لهذا المية راح ينزلون المية كلهم هنا. شو اسوي؟ اروح اني للكلاس مالتي اخوان، هذا الكلاس مالتي، اروح اضغط على اللينك مال الكلاس و انسخه هنا، مجرد عفوا اروح للكلاس مالتي اخذ نسخ والسقه هنا. اخوان شنو اللي سويت هنا؟ اجيت اني فتحت الجيميل مالتي، رحت على الانشاء، فتح لي هذا المسج، هذا المسج اني اخذت الداتا مالتي مال ايميلات الطلبة، سواء تي ترسل لكل الطلبة المية او ترسل للخمسة وعشرين فقط او ترسل للعشرين، انت اذا كانت دعوة للكلاس روم لا لازم لكل الطلبة اللي عندك هم 100 طالب، ذول 100 طالب ترسل لهم الدعوة باستخدام هذا الجيميل، انه تجي تنسخ كل ايميلاتهم هنا بنقرة واحدة فقط، تاخذ كبري وتضيف بيست هنا، تجي تروح من الدور الى جوجل كلاس روم. طبعا هو هذا مو الواجهة، لازم انا ارجع للواجهة مالت الجوجل كلاس روم واخذ الرابط من الواجهة مال جوجل كلاس روم اخوان، اروح للواجهة مال جوجل كلاس روم، بس هذه التعليمية لا اكثر ولا اقل، اجيب الرابط مال الواجهة مال جوجل كلاس روم اجيبها وهنا اخليها لصق. ايش اسوي؟ اما انا ارسل هذه الرسالة لهم مباشرة للانضمام الى الكلاس، او ممكن ايضا انا اسوي لها جدولة زمنية اخوان، ممكن انا اسوي لها جدولة زمنية، يعني اقل للجيميل دزديها باتر الساعة بثنتين راح يضبط للوقت، باتر الساعة بثنتين راح تروح الدعوة لكل الطلبة. طبعا هاي الطريقة انا هسه سويت دعوة للمن للكلاس روم، ايضا اقدر استخدمها هذه الطريقة بارسال الرابط الاختبار، اقدر ارسل لهم كلمة المرور بهذه الطريقة. هذه الطريقة اختزلت هواي امور، ممكن انا اسوي لهم دعوة باستخدام هذا المسج، ممكن انا ادزلهم الرابط مال الاختبار عن طريق ايميلاتهم بنفس الطريقة، مو متعبة، عملية مو متعبة، بس كون عندك بنك الايميلات مال الطلبة. ايضا ممكن انت الكود اللي تدزه لكل الطلبة او تقسمهم، انت حر بكيفك تقسمهم تدزلهم اياه كلهم، تقدر ايضا تكتب الكود هنا وانتهى الموضوع. الكود مثلا هاي تلغيها مال الرابط هسه، مثلا هاي انا راح اقول لهم يا بهذا الكود مال الاختبار 1 2 3، راح يروح لكل الطلبة ذول اللي عندي كلهم راح يروح لهم الكود برقم 1 2 3، واسوي له ارسال او جدولة زمنية. بهاي الطريقة انا قدرت انه اسوي دعوة، ارسل اختبار وارسل رمز مرور للاختبار. مثل ما شفتوا حضراتكم هذا اللي قلنا عليه رقم 3 هو تفعيل البريد الالكتروني. مثل ما شفتوا شلون انا سويت فورم ودزيتها للطلبة، سواء كان الايميل اللي اريده من عندهم رسمي او غير رسمي، سويته رسمي او غير رسمي، الهدف من عنده انا حصلت على بنك ايميلات الطلبة، اروح انا على الجيميل مالتي، اضغط على انشاء، افتح مسج، اخلي انسخ كل لصق نسخ ولصق لكل الايميلات الخاصة بالطلبة، واخلي لهم اللينك الخاص بالكلاس روم مالتي، واسوي لهم دعوة وارسل لهم. هذه طريقة، وطريقة اخرى اقدر استفيد من البريد الالكتروني ايضا باستخدام البريد الالكتروني من خلال ارسال استمارات الاختبارات، ايضا هسه اللي قلت ثاني ممكن اخلي الرابط مال الفورمات الاختبار، او ممكن تكليفات اذا عندك مثلا مجموعة معينة مو كل الطلبة، او ترسل لهم كود خاص بالاختبار ايضا بنفس الطريقة ممكن ترسل لهم اياه، ممكن ترسل لهم اياه. هاي نقطة رقم 3. النقطة رقم 4 اخوان هو تفعيل كلمة المرور، انا طبعا اطرقت لها بشكل مسبق. تفعيل كلمة المرور هو استخدام الرقم الجامع للطلبة للدخول الى استمارة الاختبار. هذه عملية استخدام الرقم الجامع شوية عملية مجهدة،
احنا نروح على الخيار الثاني اللي هو الاسهل من عنده اللي ما يتعبني، هو ارسال كلمة مرور الخاصة بالاختبار عن طريق البريد الالكتروني لجميع الطلبة او كل مجموعة لها كلمة مرور خاصة. هسه اللي ذكرت اخوان هنا نفس الشيء، وين اللي هذا الكلام هو نفس اللي هسه حكيت عليه، هذا انه انا اروح على الجيميل والجيميل اضغط على انشاء افتح المسج اجي انسخ والصق كل الايميلات مال الطلبة هنا او مجموعة معينة انت بكيفك، وبعد ذلك اكتب هنا بالمسج الكود الخاص بالاختبار، الكود الخاص بالاختبار واسوي له ارسال. هسه انت كاستاذ راح تتبادر ذهنك انت شلون راح تسوي هذه الفقره، انت صح راح ترسل للطالب كود الاختبار هذه تمام، انت راح ترسل للطالب كود الاختبار، لكن انت بفورمة الاسئله شلون السيد هذا الشيء. هذا اخوان نفس الفورمة، طالب اسمه هذا السؤال الاول، واريد السؤال الثاني هو الكود، اطلب من الطالب الكود. شوفوا اخوان الكود من الساعة بالايميل ايش كان هنا اختارين النص، لكن هنا شو اختار؟ اختار رقم، هو مخليها رقم هي مضبوط، اذا العملية رقم. الخيار اللي بصفها يكون رقما او اكبر من او اكبر من او يساوي اصغر من اصغر من او يساوي، لا انا ذني كل الماريتين انا اريده يساوي، واكتب الرمز اللي اريده اني 1 2 3 باعتبار انا دزيت لهم الباسورد اللي هو 1 2 3 قريب من وقت الاختبار، فانا لازم اسيت الفورمه مالتي على الرمز اللي راح ادزه للطلاب، فهو 1 2 3 الرمز الدخول الى الاستماره، يعني الطالب يسجل اسمه وما يطب لفورمة الاسئلة اذا ما يجاوب على هذا الشيء. اكو نقطة مهمة اخوانا هنا، بعد ما انا ضبطت هذه على انه رقم وخليتها تساوي 1 2 3، هذه الفقرة اللي بصفها اخوان نص خطأ مخصص، يعني الطالب اذا كتب الرمز خطأ راح يعطيه مسج يقول له يا ترى انت غلطت، اذا عفته فارغ اخوان البرنامج راح ينطيه الرمز، راح يقول لي انت خطأت الرمز الصحيح 1 2 3. فحتى تحل هذه المشكلة شو تسوي؟ تكتب لك فد عبارة قل له حاول مرة اخرى، تمام اخوان، واسوي مطلوب. شوفوا الفورم اخوان شو راح تجي للطالب. الطالب يكتب اسمه هنا ويجي للرمز اخوان، الرمز اللي دز لي اياه الاستاذ باعتبار انا هسه طالب هو 1 2 3، انا غلطت كتبت 1 3 3. شوف بنكتب له ارسال شو يقول لي، ايش قال لي اخوان؟ قال لي حاول مرة اخرى، لو عايفها فارغة راح يقول لي لا ترى الاجابة ترى 1 2 3، فالافضل حتى اخلص من هذه المسألة اكتب اني عبارة مثلا حاول مرة اخرى. شوف اذا انا غيرت 1 2 3 تفعل، مجرد انه اضغط ارسال راح يروح وابدي اشوف الاسئلة الخاصة بالامتحان مالتي. اذا باستخدام الكود قدرت انه اني اقدر اوصل لاختباري. اذا بتفعيل الايميل ذكرناه، وتفعيل كلمة المرور كيف فعلت كلمة المرور باستخدام ايميلات الطلبة وارسلت لهم اياه بواسطة هذه الايميلات، رحت للجيميل فتحت المسج هذا اللي قلنا عليه، فتحت المسج لسقت الايميلات مال الطلبة كلهم او مجموعة من عندهم وكتبت لهم الكود هذا 1 2 3 ودزيت لهم اياه. فورمة الاختبار من سويتها اخوان خلي اراويكم اياها. فورمة الاختبار من كتبت له الكود قلت له اريد رقم ويساوي 1 2 3، وهذا الخطأ كتبت له حاول مرة أخرى. بهذه الطريقة أنا فعلت الكود أو كلمة المرور. هاي الفقرة الرابعة. شوفوا أخوان هنا رفض من عندي يريد من عندي كلمة المرور. أضغط التالي. الفقرة الخامسة اخوان، احنا تطرقنا لها طبعا بالعرض التقديمي،
بالنسبة للترتيب العشوائي، خلينا نشوف شلون يصير الترتيب العشوائي. الترتيب العشوائي اخوان يكون على مستويين مو مستوى واحد. المستوى الاول على عن طريق انه اسوي ترتيب عشوائي للاسئلة، او انه اسوي ترتيب عشوائي للاختيارات. الترتيب العشوائي لكل الاسئلة اخوان يصير عن طريق هذا المفتاح، اضغط عليه هذا السيتنج، راح يفتح لي هذا النافذة، النافذة بها العام وبها العرض التقديمي وبها الاختبارات. اللي ابحث عنها بالخاصة بالعشوائية هي هذه العرض التقديمي. هذا شوفوا اخوان هاي مفعلة، اذا كانت غير مفعلة انت تفعلها، اذا كانت غير مفعلة حضرتك فعلها. هذا ترتيب العشوائي للاسئلة، الاسئلة راح تجي خربطة للطلبة واسوي لها حفظ. هذا الطريقة الاولى. اما اذا ردت الترتيب العشوائي اخوان للاختيارات ضمن السؤال، هذا السؤال امامكم بمجموعة اختيارات، اجي لهذا المفتاح اللي اسفل اليسار اضغط عليه، انا مفعله ايضا اخوان، خلي افرض ما مفعله هيج، اضغط عليه راح القى خيار اسمه ترتيب الخيارات العشوائي. مجرد انه افعله راح يتفعل انه هذه الخيارات، هاي الاجابات تجي مختلفة من طالب الى اخر. بهذه الطريقة أنا قدرت أنه أسوي الترتيب العشوائي للاختيارات وترتيب عشوائي للأسئلة. ننتقل بعد ذلك للنقطة السادسة اللي هي التقييد برد واحد. التقييد برد واحد إخوان، أيضا التقييد برد واحد نجي عن طريق هذه الإعدادات نضغط عليها. هذا اخوان امامكم نجي اكو عام قلنا واكو عرض تقديمي والاختبارات. هسه قبل شوية كنا العرض التقديمي استخدمناه بالترتيب العشوائي. العام بمن التقييد برد واحد، هذا مفعلة، اذا كانت غير مفعلة اخوان تفعلها، اللي هي التقييد برد واحد يعني السماح للطالب بارسال مرة واحدة للاجابة وتنطيها حفظ. والفقرة السابعة، الفقرة السابعة هي منع الطالب او عدم السماح للطالب برؤية الاجابات الصائبة والخاطئة. ايضا نفس الشيء اخوان، نجي لها مفتاح الاعدادات ونروح على الاختبارات الفقرة الاخيرة، ونشيل التعليم مين من الاسئلة الغير صائبة والاجابات الصحيحة. يعني الطالب من بعد ما يرسل لي الاجابات اللي هي انه عرض النتيجة بالنسبة للطالب، اذا كان مفعل هذا الخيار راح يشوف الاجابات الصحيحة والخاطئة، وراح يراسل أصدقائي يا بتر الإجابة الصحيحة للسؤال الفلاني كذا. فالأول أنا أشيل التعليم من عندهم حتى الطالب من يروح يشوف الجواب مالته بعدين ما راح يشوف شنو الصحيح وشنو الخطأ، وأنطيه حفظ. أما الفقرة الأخيرة أخوان، أما الفقرة الأخيرة فهي تقسيم الطلبة. هذه الفقرة أخوان مو صعبة هي، لكن تريد من عندي نوعا ما شغل. هاي الفقرة اخوان شلون اسويها؟ هذه فورمة اني مجهزها حتى اوضح لكم شلون العملية تصير. اخوان اول شيء اني رايد من عنده بريد الالكتروني، هيك بشكل عام بريد الالكتروني للطلبة. هذه تريد تخليها، تريد تشيلها انت حر. تيجي تضيف الاسم الطالب، ايضا نضيف اسم الطالب هنا، يعني نضيف سؤال منا اخوان، نضيف من هذا المفتاح ممكن نضيف سؤال عادي بالاعتيادي، ممكن نضيف سؤال عن طريق هذا المفتاح اللي نضيف به مثلا اسم الطالب، اريد اسمك يعني نضيف لي اسمك. انا هذا ما يهمني الموضوع، انا اللي يهمني بالموضوع انه كيف اني اقسم الاسئله اخوان. يعني احنا متفقين التقسيم الطلبة يصير على اساسه لازم انا عندي اسئلة، يعني انا عندي فد 20 سؤال، ذني 20 سؤال اسويهن 4 مجاميع، ذني 20 سؤال اسويهن 4 مجاميع، كل مجموعة اخليها بقسم. شلون انا اسوي قسم اخوان؟ القسم يصير باستخدام هذا المفتاح اللي يساوي هذا الاداة، هذا الشريط اللي على الجانب الايسر، اخر واحدة اللي شبيهة باليساوي هي اضافة قسم. شلون يعني؟ يعني اخوان شوفوا انا شو مسوي، اتركوا ذني بالبداية، خلوكم من هذا القسم. هذا القسم انا سويته، شلون سويته؟ من بعد ما انا ضغطت على هذا السؤال وكملته
اجيت ضغطت على هذا المفتاح اليساوي صار لي قسم جديد، سميته انا هذا القسم، سميته سكشن 1. انا سميته سكشن 1. ايش خليت بيه؟ انشئت بيه 4 اسئله. وش بعدين اجيت ضغطت انشاء قسم ثاني، سميته سكشن 2، خليت ايضا بيه 4 اسئله. السؤال الرابع ضغطت عليه انشاء قسم، سواله قسم ثاني، سميته سكشن 3، ضفت ايضا 4 اسئله. بعدين سويت سكشن 4، انشاء قسم، سويته سكشن 4، ضفت عليه مجموعه اسئله. بهاي الحاله انا سويت كم قسم؟ سويت 4 اقسام، 4 اقسام للاسئله اخوان، 4 اقسام. اما القسم الخامس هذا اول شيء اخوان، هذا اللي هو الستاندر مالتي اول واحد، هذا ما لنا علاقه بهذا، مو اسئله. الاقسام الاربعه اللي هن سكشن 1 سكشن 2 سكشن 3 سكشن 4، هذه وزعت عليهن الاسئله تمام لهنا. ارجع وين اخوان؟ بعد ما انا سوي السكشنات اجي هنا انشئ اسئله. انا للسرعه مسوي هالاسئله لكم. هذه الاسئله شو سويت؟ اني استخدمت ايميل الطلبه. انا مو عندي بنك الايميل مال الطلبه، عندي بنك الايميلات، مجرد جبت السؤال سويته، كتبت كلمه الايميل هنا، وسويت نمط السؤال خيارات متعدده ام سي كيو. وطبعا اوضح لكم بعدين ليش ام سي كيو، ام سي كيو بالذات، لان انا احتاج الاجابه تكون اختيار واحد فقط. فانا خليت ايميلات الطلبه انا عندي، مجرد انه ضغطت عليها هنا خذت النسخ وجبت اللصق هنا، كل هنا راح ينزلن، كل ايميلات الطلبه راح تنزل هنا. شنو اللي اسوي اخوان؟ اللي اسوي اخوان هو هذا الفقره بس، اللي هي اضغط على المفتاح اللي اسفل اليسار واروح على خيار اسم الانتقال الى قسم استنادا الى الاجابه. يعني استنادا الى اجابتك بهذا السؤال راح اوديك الواحد من الاقسام اللي سويناهن. اضغط عليه اخوان، شوف شو راح يظهر لي بالسؤال هنا. شوف اخوان، ظهر لي كل ايميل من ايميلات الطلبه، ظهر لي وين اودي هذا الايميل، هذا صاحب هذا الايميل وين اودي. انا راح اقول له بودي لهذا ضرغام، ودي لي للسكشن 1. ضرغام من راح يضغط على ايميله راح يروح على نموذج السكشن 1، ما راح يروح على النماذج السكشن 3 2 وال4، ما له علاقه بهن، راح يروح يشوف بس اسئله السكشن 1. النوع الثاني اللي هو محمد، ممكن انا اقول له يا بسوي لي اياه على السكشن 2 او 3. اللي بعده خلي لي اياه بالسكشن 2، واللي بعده وهكذا. طبعا يعني باقي كل الاسماء الطلبه. صح عمليه مجهده لكن هي مفيده جدا في منع الغش بين الطلبه. شنو اللي صار اخوان هنا امامكم؟ انه انا جبت ايميلات الطلبه كلهم، الايميلات مالتهم مجرد انه كتبت كلمه ايميل، وخليت نمط الاسئله هو ام سي كيو متعدد الاختيارات، ونسخت ولصقت فقط، يعني اخذت النسخ مال الايميلات من الداتا مالتي بالاكسل اللي عندي او الوورد، اخذت الايميلات مالتهم وسويت لهم لصق هنا، نزلت كل الايميلات، كل ايميل من هذه الايميلات انا وزعته على سكشن من السكشنات اللي سويتها. هاي الفكره اخوان، الطالب ما راح يشوف هو وين راح يروح، يعني هذا الخيار اللي يشوفوه امامكم هو ما راح يشوفونه انتم، عفوا ما راح يشوف الطالب من يريد يختار، الطالب يشوف بس الايميل مالته، ترى الطالب يشوف بس الايميل مالته، بس يضغط على ايميله، هو ما يدري انه هذا ضغطته على الايميل دزته على قسم من الاقسام مال الاسئله. هاي ما راح يدري بها هو. هذا السؤال انا اسويه مطلوب حتى ما يتجاوز الطالب. هذا نمط اخوان، هذا نوع من انواع التقسيم للطلبه. اختار نوع ثاني مثلا، طبعا احنا مو كلهم نسويهن اخوان، يعني واحد يكفي من هذه الانواع. لكن انا مثلا اريد انوع بيناتهم. نفرض احنا الايميل شويه عمليه مزعجه بالنسبه للايميلات، ممكن اسماء الطلبه، انت عندك اسماء الطلبه موجود ملف اكسل او وورد، مجرد ايضا اسماء الطلبه، ايضا النمط الام سي كيو، اكتب الاسم
خيارات متعددة وأجي أضغط على هذا المفتاح وأختار الانتقال إلى قسم استنادا إلى الإجابة. أيضا ضرغام حسن أنا ودي لي إياه للسكشن 2، نفس السؤال نفس النوع السابق مع الإيميلات، بس هذا أسماء مو إيميلات، وأيضا ممكن أنه تكون السكشن 2 سكشن 3 أنت بكيفك. كل طالب وزع على سكشن 1 وهذا دزع على السكشن 2 وهذا دزع على سكشن 4 إلى آخره. إخوان أنتم لو تلاحظون أنا دز ترى بس على السكشنات، ما دز على القسم الأول. القسم الأول هو السؤال، هذا السؤال اللي راح يوزع الطلاب عليه، فهذا نمط ثاني إخواني من التوزيع. الطلبة هم ما راح يشوفون عملية التوزيع مالتي، هم راح يشوفون مجرد إنه اسمه. جيت أنا طبيت لقيت اسم ضرغام، اضغط عليه ضرغام اني، مجرد ضغطت عليه ضرغام اني انتهى الموضوع. انا صورت انه بس اختاريت اسمي، لكن بالحقيقة انه انا الفورمة دزتني على نمط، نمط ضرغام يختلف عن نمط محمد، يختلف عن نمط ايهاب، وبهاي الطريقة اني وزعتهم بدون ما يحسون. هذا نمط ثاني. ممكن نمط ثالث نستخدم الرموز اللي تدزلهم اياه، انت تدزلهم رموز، هذا الرموز ممكن ايضا تستخدمها، هذا الرموز اللي دزيتهم اياه توزعها. يعني مجموعه الطلبه اللي دزيت لهم الكود 459 دزهم على السكشن 2 او سكشن 3 وهكذا باقي الانواع. ممكن ايضا تعتمد الصوره اخوان، يعني تحط لك مجموعه صور، كل اي من الصور تفضل. طبعا اكيد هو انا كل وحده من هذه الصور والخيارات رابطها بسكشن معين، مثل ما تشوفون هسه الخطوه راح اسويها. نفس الخطوات السابقة، انه الطالب اذا اختار لي مثلا انا الطالب اللي اختار لي السكشن 1 اقول له مثلا يروح على السكشن 1، عفوا يختار الاختيار الاول يروح على السكشن 1، الاختيار اللي يختار للصورة الثانية يروح على السكشن 3، واللي يختار للصورة الثالثة يروح على السكشن 4، واللي يختار لي الصورة الرابعة يروح لي على السكشن 2. بهذه الطريقة الطالب ما يحس انه مجرد اختار لون او صورة او رمز او اسم او ايميل، هو بهاي الطريقة اخذ نفسه باتجاه سكشن من السكشنات اللي موجودة. هذا الطريقة ممكن اخوان يعني غض النظر عن هذه الانواع من الاسئلة، ممكن انت تستنبط السؤال تكتب له ما هو رأيك بخدمة الانترنت في العراق، جيدة او رديئة. اذا كانت جيدة راح تدزه بالسكشن 1، واذا كانت رديئة اجابته هو باختياره راح تدزه بالسكشن 2 وهكذا وهكذا. طبعا ضروري انه نمط الاسئلة هو MCQ، نمط الاسئلة MCQ، لان MCQ يكون الاجابة بيها اختيار واحد فقط، اما مربعات الاختيارات او التشيك بوكس يكون بي الاجابة اكثر من اختيار. انا ما اريد هذه العملية، انا اريد اختار بس شيء واحد. هذه حتى انا باختصار حتى ما ادوقكم، احنا نحتاج بهذه العملية MCQ، لان MCQ يكون الإجابة شرط واحدة ماكو اثنين، يعني الطالب يختار اختيار واحد ما يقدر يختار اثنين. خلي نشوفها اخوان، خلي اشوفها راح اوضح لكم اياها الان. شوفوا اخوان هنا أنا. هذه تظهر للطالب هالصيغة، هذه انه تظهر للطالب هالصيغة. شوفوا فرق اخوان الام سي كيو فقط اختيار واحد. لو شوفون اخوان هنا انا اختاريت اختيار واحد، يعني الام سي كيو ينطيني بس اختيار واحد ما ينطيني اكثر من اختيار، لكن مربع الاختيارات لا، ممكن انا اختار مربعين مو واحد. هذا ما اريده، انا اريد الطالب يقيد باجابة واحدة، يعني يختار بس ايميلة. فانا مجرد انه اضغط على هذا الشيء باختيار هذا اخوان، هذا مجرد انه انا ضغطت عليه راح يدزني باتجاه السكشن رقم واحد، راح يدزني عليه او سكشن 2 او سكشن 3 حسب اللي انا صممته. هذا باستخدام الايميل، او انه انا لو استخدمت اسماء انا ابحث عن اسمي ضرغام، اضغط على ضرغام راح ياخذني، مجرد انه ضغطت اني راح يدزني على سكشن اخر، او الرموز اخوان او الصور اللي امامكم. انا استخدم اي مثلا انا احبذ هذه الصورة اضغط عليها، هذه الصورة راح تدزني باتجاه سكشن انا ما ادري بي اخواني. شلون ما ادري بي؟ لان اخوان نهاية الفورمة ما راح اشوفهم الاقسام، اني راح اشوف كلمة التالي راح اشوفها، ما راح اشوف
أسئلة أنا، لذلك من أضغط عليها راح هو يحولني على الأسئلة اعتمادا على إجابتي السابقة. الطريقة الأخيرة الكلاس روم أيضا في إرسال الأنشطة وتفريق طلبة. خلي نشوفها، خلي نفتح الجوجل كلاس روم. هذا جوجل كلاس روم مثل ما شفناه من الساعة أخوان. أضغط على كلمة إنشاء، أضغط على كلمة إنشاء وأروح على مهمة للاختبار. راح يفتح لي نافذة، النافذة بيها العنوان وبيها التعليمات إذا كان عندك تعليمات، وهذا تصميم الأسئلة إذا أنت مصممها، المفروض مصمم الأسئلة. ومثل ما قلنا هنا الدرجة، هنا وقت الانتهاء الاختبار، وهنا وقت بدء الاختبار. هذا المفتاح أخوان اللي هو كل الطلبة، أنا أقدر أستخدم اختبار أدزه لكل الطلبة، وممكن بهذا المفتاح أقدر أنا أقسم الطلبة به. مثلا أنا أصمم فورمة أدزها، عندي 100 طالب أدزها بس ل 25، وأسوي فورمة ثانية أدزها ل 25 ثاني، وأسوي فورمة ثالثة أدزها ل 25 ثالث، وفورمة رابعة أدزها ل 25 آخر. هذه العملية شلون أسويها أخوان؟ مجرد أنه أضغط على هذا المفتاح كل الطلبة، راح تطلع لي أسماء الطلبة هنا، أسماء الطلبة، أعلم على الأسماء اللي أريد أدزلهم النموذج الأول وأدزلهم إياه، وأعلم أو حتى مو أدزلهم إياه مباشرة، ممكن أسوي لها جدولة زمنية وأنشئ نسخة ثانية من الأسئلة، وأيضا أعلم على أسماء 25 الثانية وأسوي لها جدولة زمنية أو أرسلها مباشرة حسب اختيارك. بقى الشيء الأخير أخوان هو مجرد هي يعني للاطلاع لا أكثر ولا أقل. نمط الأسئلة أنا استخدمت هذا النمط، الأسئلة هو الإجابة القصيرة، وعندما تكون عندك إجابة قصيرة وهذه الإجابة الطويلة عندما يكون إجابة السؤال ببرغراف، وهذا الامسكيو مثل ما قلت لكم أخوان الامسكيو يكون الاختيار الإجابة اختيار واحد فقط الامسكيو، بينما مربعات الاختيارات أخوان مثل ما تشوفون هنا مربعات ودوائر، هنا احتمال يكون الإجابة أكثر من واحدة، ممكن اثنين ممكن ثلاثة ممكن واحدة. النمط الآخر هو هذا عندما يكون عندك ملف تريد الطالب يرفع لك إياه، تستخدم هذه الصيغة من الأسئلة، وهذا صيغة المقياس الخطي لهذا المسألة السبيانية، وعندنا النمط الآخر هو الامسكيو بس بطريقة الماتش جدول A و B، وبشرط أنه يكون الإجابة اختيار واحد فقط. أما إذا استخدمت أنا مربعات اختيارات بطريقة الماتش، أيضا هو نفس الامسكيو، بس هنا فرق أنه الإجابة تكون أكثر من اختيار واحد. وأخيرا وليس آخرا، عندي إذا كان السؤال ب وقت أيضا ممكن أختاره، الشهر واليوم والسنة، وإذا كان عفوا إذا كان تاريخ الشهر واليوم والسنة، وإذا كان وقت أيضا يكتب فيه الوقت. إلى هنا تنتهي ورشتنا، شكرا جزيلا لكم.